بعض النصايح اللي اتقالت والخطوات اللي المفروض نعملها علشان لا قدر الله ما يحصلش معانا اختراق لحسابنا الشخصي على الفيسبوك، هنتكلم فيها مع حضرتك. ولكن عايزين نعرف في البداية ايه العلامات اللي ممكن تبان على حسابي الشخصي على الفيسبوك تبين فعلا او تنبئني من البداية ان حسابي تم اختراقه وحد بيتعامل بيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هلا هي بالبداية العلامات اللي تظهر بشكل عام على موضوع الاختراق هو بيكون في نشاط غير طبيعي. خلينا نقول انه موضوع الامن المعلوماتي هو شبيه بالامن الشخصي، انا بس حسيت انه في شيء غريب بجهازي بحسابي، فمعناتها في يعني في شيء في وصول غير مصرح فيه تم على الحساب. بشكل عام على الفيسبوك ممكن تجيني انا اشعارات من اصدقاء بانه مثلا حطوا تفاعلوا مع منشور بطريقه معينه، فانا بشيك هاي المنشورات، فممكن نكتشف انه هي منشورات ما انا اللي منزلها، وبالتالي هذا معناته في مين وصل للحساب. هي واحدة من العلامات. علامات تانية ممكن تكون في محادثات، فأنا بشيك المحادثات، ممكن تكون في محادثات مع ناس أو في شيء تم، فبالتالي أنا حسابي تعرض للاختراق. ممكن تكون من خلال يعني وجود أنا مثلا في مين ينشر بالنيابة عني، أو يعني ممكن يكون في برامج موصولة مع حسابي بتنشر بالنيابة عني. هي بالنسبة للفيسبوك، لكن بشكل عام بالنسبة للاختراق في علامات كتيرة ممكن أنا أشوفها، إن كان موضوع نشاطات على الجهاز، بوب أب غريب، نوافذ بتظهر بشكل غريب، رسائل بتنبعث لجهات أنا ما بعرفها، أو بتجيني رسائل من جهات أنا ما بعرفها. بالتالي هي كلها يعني أي شيء هو مثير للريبة خلينا نقول، فهو علامة على أنه في اختراق صار للحساب. تمام جدا. طيب إحنا بنسمع كتير أوعى أي حد يبعت لك لينك أنت ما تعرفوش تضغط عليه، لو ضغطت على اللينك ده ممكن يكون هاكرز وده يكون فيه الاختراق. هل المعلومة دي صحيحة؟ وإزاي بيتم اختراق الصفحات؟ الهاكرز دول بيعملوا إيه يا فندم؟ هي نوعا ما صحيحة هي العبارة، لأن غالبا هي الروابط ما بتكون هي روابط مباشرة للمحتوى، يعني لا إن كان فايل مثلا فايل وورد أو بي دي إف، فهو هذا اللينك هو شيء يعني هو رابط مباشر لهذا الملف، ولا إن كان روابط لصور أو فيديو، هو غالبا يكون في شيء بالنصف المنتصف عبارة عن برمجية خبيثة بتنزل وقت أنا بفتح هذا الفايل أو بكبس هذا اللينك، فأنا طلبت المعلومة، فطلبت معلومة طلبت كل شيء معها، فأنا مثلا طلبت الصورة أو الفيديو أو الفايل وطلبت معه البرنامج الخبيث، فبينزل البرنامج الخبيث لقلب الجهاز، وبالتالي بكون أنا فتحت بوابة أو نافذة للمخترق بالوصول لمعلوماتي، وأنا بكون استعرضت المعلومة. هو هون بقى هون الفخ يلي بيصير بهذا النوع من الاختراقات. فبالتالي أنا بيبقى الفضول عند الناس عايز يفتح اللينك ويشوف جواه إيه. أكيد أكيد، بالذات العناوين المثيرة والبراقة مثل نوع من الفضائح أو نوع من الجوائز المالية حقيقي. أو نوع أو الوظائف برواتب خيالية، يعني كلها هي العناوين اللي هي براقة، لكن لو قريناها مرة تانية زيادة حنكتشف انه في يعني حيكون في خدعة بالموضوع. بالتالي هي كلها يعني نوعا ما هذا العنوان العريض للاختراق بوسائل التواصل الاجتماعي. تمام. بتكون لينكات بعناوين براقه. طب في بعض الرسائل بتيجي للصفحات، والحقيقه انا تعرضت ليها يعني كذا مره، الاقي حد بيبعت سواء كانوا رجال او نساء رساله بالانجلش مفادها ان احنا عايزين يتم التعامل معانا، احط منشورات على الصفحه عندك مقابل مثلا $1,000 في على المنشور، حاجه كده وهم يعني، او مش عارف قد كم $1,000 في الشهر، بس اسمحي لي اكون بس ايه مش ادمن في الصفحه، لا 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 خالص، اسمحي لي اكون محرر معاكم في الصفحه. طبعا. هل دي تبقى برضو من ضمن الوسائل اللي بيتبعها الهاكرز في البدايه؟ اكيد هي يعني تنحط ضمن يعني ضمن السلوكيات اللي احنا لازم ناخذ حذرنا منها اثناء التعامل مع اشخاص غير معروفين. يعني مثلا شخص ما له نشاط على الفيسبوك تجي مثلا رساله مثل هذا انه يعني عفوا ليش بدهني بالضبط يعني عندك انا إيه اساسا ما بنشر شيء شخصي عني يعني فانا بقدر ما انا بعرف سلوكي بقدر ما بقدر انا اتنبأ بالشخص الغريب اللي جاي بده ياخذ مني معلومات. يعني هو كذا حد بصراحه اتكلم عن الرساله اللي بتيجي دي سواء من ستات او من رجاله وفيها مبالغ من الدولارات كبيره. تماما، ما هو الفخ بالمبلغ من الدولار، لكن لو فكرنا قليلا يعني مثلا شخص مثلي، صح انا شخص تقني كذا، لكن حسابي الشخصي ما عليه نشاطات، يعني حتى ما بنشر اي بوست اي يعني تقريبا انا فقط بتصفح الفيسبوك، وبتجيني مسج بيجي بيقول لي انه انا بدنا ننشر بنيابه عنك، تنشر شو؟ أنا نفسي ما عم بنشر أشياء حسابي، يعني هي الفكرة.
وبالتالي هون الشخص ممكن يحس انه اوكي هذا المبلغ فيه في مشكله. طبعا اضافه لمنطقيه المبلغ، يعني انا مثلا ليش بده واحد يعطيني مثلا $1,000 او على بوست يدخل يحطه؟ مش منطقي تماما يعني. هي بكون انا مثلا متوسط دخل الناس انا بيناتهم بحد معين، ويجي حدا يعرض علي مبلغ مثلا ضعفه او اضعافه، فبالتالي انا لازم شك. يعني هي نرجع لانه موضوع انه انا كيف انا بفهم الشخص مقابلي شو بده، بالتالي السلوك الغريب والطرح الغريب هو اللي هون بيثير الريبة، وبالتالي انا بقدر اعرف انه هذا الشيء جايني هل هو موثوق ولا لازم شك فيه، لازم تفحص من وراء ودور شوف شو القصه تبعيته. تمام جدا.